أثابكم الله. سائل يقول: ربما فاتتني بعض الأحيان صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، فأحب أن أصليها مع زوجتي لأدرك فضل الجماعة، وقد تجيبني إلى ذلك أحيانا وتمتنع أحيانا أخرى، فما توجيهكم لذلك؟ وهل لي أن أحملها عليه؟ قل إني أكره أن أحملها على ذلك، لأني ما أحب أن أجبرها بشيء ليس عليها بواجب. أولا عليك بالمبادرة لصلاة الجماعة وعدم التخلف، لكن لو قدر في بعض الأحيان أنها تفوتك فإنك تصليها مع من فاتته الصلاة من الرجال، تذهب إلى المسجد لتحصل على أحد قد فاتته الصلاة، تصلي معه، تحرص على هذا. أما صلاة امرأتك معك فإن هذا لا يتحصل به الجماعة، إنما تحصل الجماعة باثنين من الرجال فأكثر. أما صلاة المرأة مع الرجل فهذا لا تحصل به الجماعة، ولكن يصح فعل ذلك ويكون هذا من باب المتابعة. متابعة ماذا؟ متابعة الإمام في الصلاة، لا من باب تحصيل الجماعة. والجماعة لا تكون إلا برجلين؟ برجلين فأكثر، نعم. وكذلك ينبغي التنبيه أنها إذا صلت مع امرأته أو نساء فإنها تكون خلفه، ولو كانت واحدة تكون خلفه ولا تصف إلى جنبه، وإن كانت من محارمه أو كانت زوجته، لأن موقف المرأة خلف الرجال. نعم. ولا تنعقد الجماعة بهن ولو كثرنا؟ لا تنعقد الجماعة بهن، نعم، لكن يصح صلاتهن مع الرجال ويكون لهن أجر المتابعة. نعم.